نوستالجيا هو مش عنوان كتاب ولا ديوان شعري ولا حتى فيلم سينمائي. نوستالجيا هو ويب دوكيومنتري بيحكينا عنه أكثر المنتج والمخرج سامر الغريب. اسمعوا يا عالم واسمعوا يا انسان، شو اللي عم يصير بلبنان؟ الو البنايات اللي كلها بنيان، اللي ساكن فيها المسلم والمسيحي والارمني انيان، ما تنسى الدنيا حبيب. حرام حرام تروحوا للتراث، حرام تروحوا هالتراث. بطلعات السحاب وبحيات بحيات 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 ربي الديان، وبجاه الرب يسوع والنبي العدنان، ارحموا ارحموا هذا البنيان. سامر الغريب اهلا وسهلا فيك. هلا كنا عم نشوف مشاهد من نوستالجيا اللي هو الويب دوكيومنتري اللي رح تحكينا عنه. شو هو هالويب سامر؟ هو مشروع نوستالجيا بلش انا معي من فتره زمنيه طويله، لان بهمني كثير قصه البنيات القديمه اللي عم تتهبط ببيروت، ومنها صرنا كذا صار لي كذا سنه عم باخذ صور، عم التقط صور لبنيات عم تتهدم ببيروت. وبعدين بلشنا نبني هي الويب دوكيومنتري اللي هو نوستالجيا، تما يكون تراديشنال دوكيومنتري نقدر نحكي عن بيروت والإريتاج تبع بيروت. وقررنا انه يكون ويب دوكيومنتري يكون انتراكتيف ويتفاعل مع يتفاعل معه المشاهد، ونقدر نوصل المسج بطريقه اهين بكثير. كيف بصير في انتراكتيفيتي مع المشاهد سامر؟ الانتراكتيفيتي مع المشاهد، المشاهد بيقدر طبعا من خلال انه عم بيكون على الويب بيقدر هو ينقي، بيقدر اول شيء يكون عم بيحط كومنتس، بيكون عم بيتفاعل، عم بيعطي رايه بالموضوع. بعدين والاهم من هيك، لانه هو هيدا الترانس ميديا بسموها دوكيومنتري، صارت معروفه برا، بيقدر ياخذها من يلحق الكاركتر اللي بده، مثلا المشاهد يقرر يفوت بهذا الشارع، يقرر يلحق هذا الزلمه. عم تحكي عن ترانس ميديا دايمنشن، يعني هيدي هي؟ صح صح صح، هيدي هي بالضبط. سو مش بتكون انه يعني هو بيختار وين بده يروح، وين بده يدخل، مع مين يتفاعل، مين ما عجبه ومين ما بده يحكي معه. صح صح، هيك بتصير العمليه. وهيدي التفاعل، هيدا الشيء الدايمنشن مش موجوده بالتراديشنال. وهون يمكن من خلال هذا التفاعل تقدروا تعرفوا العالم او المشاهد شو عم بيحب شو ما عم بيحب، شو يلي بيعني له اكثر، شو يلي معذبه اكثر بواقع لبنان وواقع بيروت. صح. الفكره كثير حلوه يا سامر، الفكره من مين؟ مين اطلق هالفكره؟ الفكره يعني اكشلي نحن الفكره هي تيم ورك اكيد، يعني ما في اقول انا او حدا ثاني، يعني هو بعدين طلعت في معي فراس خنيسي اللي هو المنتج بس عايز برات لبنان، ومعنا اكيد اكيب ثانيه، ونحن قررنا مين لانه تصير ترانس ميديا. بس هي بلش المشروع مع كمان فراس. وين عايش فراس؟ فراس عايش بسكوتلندا بعتقد، مشان هيك لانه شاف كثير. صح. في مجازر عم بتصير بحق بيروت، وقلت له تعي فراس رجع على بيروت وشو عم يصير، كان يرجع فراس ولا بعده؟ يعني عم بخاف وقت تشوف هالمجازر. صح. سامر الحلو انه الفكره هي عم تنطلق من شباب، الشباب عم يعرفوا انه لبنان او بيروت اللي هي هالحامله هالارث، او لبنان حامل هالارث الثقافي الحضاري التاريخي اللي كثير عميق وكثير عريق، وعم بيصير فيها المجازر، عم بيصير فيها التهديم لمعالمه. لفت انه الشباب واعيين على هيدا الموضوع. سامر، شو بتقول لهم للشباب؟ كيف شو لازم نعمل نحن كشباب انه نقول لهم وقفوا وقفوا الهدم، هيدا لبنان، هيدا نحن، تاريخنا تاريخ اولادنا مستقبلنا، والهويه اللبنانيه البيروتيه لوين وين نوصل؟ صح صح. هلا في شباب كثير واعيين، في شباب عم بيوعوا اكثر، وهذا الشيء بيطمن بهذا المش، لانه ما عم بيصير فعل على الارض، وين انه ما بدنا نقول مثل ما بيقولوا قوانيه الدوله، بس هي مزبوط مثل كل الكوزز والمشاكل انه في نقص من الحل والدوله ما عم تتدخل فيها. نحن بهذا الدوكيومنتري بدنا نجرب نوعي اكثر
عدد اكثر من الشباب، وفي عنا بركي نحن تسالين عنا اللي هي الكول فور اكشن. بعدين الكول فور اكشن شو هي؟ نعم شو هي هي الكول فور اكشن؟ نحن اكشلي مش منا جمعيه ولا عم نكون شيء مرجع، نحن رح يكون دوكيومنتري بس بالتعاون مع كل الجمعيات وكل العالم يلي بهمهم هذا الشان. نقدر مثلا اذا تقرر ينعمل مثلا ايفنت، نعمل اكشن، نعمل مظاهره على الارض، نعمل حدث معين للدفاع عن هذا الموضوع بالذات، نحن من خلال السوشيال ميديا والدوكيومنتري نقدر نطلق انه العالم يعلم شوفوا شو عم بيصير، في عم بيصير شيء على الارض. اللي عم يتفاعل معكم هن شباب ولا اي فئه عمريه تقريبا عم يتفاعل معكم؟ هلا اكثر شيء شباب وعم يتفاعل كثير معنا اجانب ولبنانيين عايشين برات لبنان. نعم. مشان هيك عم ياسفوا على لبنانهم، يعني عم ياسفوا على وطنهم. هالمشاريع هالموضوع بده تمويل. صح. سامر التمويل من وين عم تجيبوه؟ هلا التمويل لا هو المشروع ككروس ميديا، نحن اطلقنا هيدا انتم عبر الفيسبوك اكشلي، نحن تعرفتوا على المشروع. هو كان تنبعث على ماركت، على سوق دوكيومنتريز باوروبا، هيدا بيخولنا انه نتمول. وهيدا المشروع بالذات اخذوا 5 مشاريع بينتهم المشروع تبعنا اللي هو تعهدوا يعني مشاريع تانية من برات لبنان، من امريكا، من اوروبا. وفي المشروع تبعنا انه يروح هلا اخر الشهر فراس، هو رح يكون موجود بساني سايد اوف ذا دوغ بلاروشيل، هو رح يكون عم بيسوق هالمشروع. في اوريدي عندنا برايفت فاند انعطى للمشروع، وفي غير فاندز كمان انعطوا، وان شاء الله خير. يلا نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق، كل هالتيم ورك اللي عم يشتغل لحتى يحيي تاريخ لبنان، تاريخ بيروت وارثه. نحن فخورين بشبابنا اللبنانيين، على امل شبابنا اللبنانيين يرجعوا على لبنان ويستقروا بلبنان ويشوفوا حالهم بوطنهم وبلبنانهم.